أهلا ومرحبا بكم، لا تنسوا الاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لأول مرة على اليوتيوب تحدي بين مصر ولبنان. النهاردة ان شاء الله بإذن الله هنتحدى بعض انا وجمانة في غسيل التلاجة، طريقتها في غسيل التلاجة وتجربتي انا مع فانش في غسيل التلاجة. ازاي حصلنا ده فانش للهدوم؟ ازاي تغسلي بالتلاجة؟ تعالوا عندي شوفوا النتيجة كانت ايه. لينك القناة في صندوق الوصف في اول تعليق مثبت لكل اهالي لبنان والوطن العربي كله. لو اول مره تشوفوني انا حسناء صاحبه قناه من بيت حسناء، واعوذ بالله من كلمه انا، شرفوني في قناتي. ان شاء الله باذن الله تعجبكم طبخ، تجميل، روتينات، كل حاجه تخص الستات عامه، الست المصريه والست العربيه بكل المقاييس. شكرا جدا يا جمانه. لو اول مره برضو تشوف قناه جمانه ما تنسوش تعملوها لايك وشير وسبسكرايب لو انتوا جايين من عند اسكوبا كوبا في رعايه الله وحفظه. ويلا بينا نشوف جمانه وتعالوا عندي شوفوا التحدي. السلام عليكم. اليوم رح نعمل تحدي كتير كبير بين لبنان ومصر، وهيدا التحدي لأول مرة رح يصير على صعيد اليوتيوب. اليوم أنا جمانة بلانت هعمل تحدي بين قناة مصرية رائعة كتير، قناة من بيت حسناء. طبعا أنا وحسناء ستات بيوتي كتير شاطرين، ولكن كل وحدة رح تنظف برادة على طريقتها. أنا عندي مثل ما شايفين هيدا البراد، اليوم أنا بدي نظفه على طريقتي. أول شي بدي شيل كل القطع الداخلية الموجودة بقلب البراد، لأنه كلياتهم بدي أغسلهم. إذا أول مرة بتدخلوا على القناة ومحتوى القناة عجبكم، ما تنسوا تعملوا لايك للفيديو ليوصل لأكبر عدد من الناس، وأكيد اشتراك بكبس كلمة اشتراك أسفل الفيديو مع كبس الجرس. هون اذا مثل ما شايفين انا عم شيل كل القطع الداخليه للبراد، لانه كله بدي اغسله. حطيته هون كل القطع، حطيتهم بصدر صغير على جنب، وشلت الجرور طبعا الكبير بعد ما فضيته. وعندي هيدول القطع الكبيره كمان بدي شيلهم كلياتهم. انا عندي هول القطع كتير حساسين، قريبين للزجاج مثل ما شايفين، فكتير حساسين، بشيلهم على مهلي. حتى بس بدي اغسلهم بغسلهم بس بسفنج، ما بغسلهم ابدا، ما بحط عليهم ابدا السلك المعدني او السيفي، طبعا احسن ما يتجروحوا، كتير حساسين مثل ما شايفين. انا بتحكم حتى بكيفية وضعهم، لانه في لهم مثل ما شايفين حطات محددة، أنا بتحكم بكيفية وضعهم. طبعا كلياته شلته هلا، طبعا كله أنا بدي نظفه كتير منيح، رح حطهم على جنب. وهلا رح باشر بغسلهم. كل حدا بيغسل على طريقته، حسناء حتغسل على طريقتها وأنا حغسل على طريقتي. رح نحط أول شي، رح جيب جات رح تحط بقلبه خل أبيض. انا دايما الخل الابيض بستخدمه، انا هون حطيت تقريبا نص كوب من الخل الابيض، نص كوب شاي من الخل الابيض، ورح حط طبعا مسحوق تنظيف مع المي مثل ما شايفين، فقط بسفنج. انا ما رح استخدم ابدا السلك المعدني، طبعا مثل ما ذكرت ما بدي جروح القطع دبالات البراد. ورح نبلش طبعا بالغسيل. انا حطيت الخل لانه الخل كتير مهم، وهو يعتبر معقم ومطهر رائع بديل للكلور. وهيدا الفيديو يعتبر فيديو تحفيزي لكل السيدات ليشدوا الهمة ويقوموا يشتغلوا وينظفوا بيوتهم. طبعا البراد لازم دايما يكون نظيف لانه بنحط فيه المأكولات، وهيدا الموضوع كتير مهم. تقريبا انا بقوم بهيدي المهمة بعتبرها روتين كل 15 يوم تقريبا، يعني بالشهر مرتين انا بغسل البراد كلياته.
وطبعا غير الايام العاديه، غير الترتيب الداخلي، غير المحافظه على البراد من الداخل، غير اذا كان في اكل مثلا له فتره بشيله، الخضره المنزوعه دايما، هيدا روتين يومي انا بعتبره. ولكن طبعا بالنسبه للغسيل في تقريبا 15 يوم كله بينفك وكله بينغسل بهذه الطريقه، انا ما بينكسر علي شيء، بضل براد كتير نظيف ومثل الفل مثل ما بينقال. شفتوه كتير حساسين، لازم انتبه لهم، دايما انا بنتبه لهم بحال غسلته وبحال مسحته. وطبعا انا عندي فوط خاصة جاهزة بتجي، سيرفيس خاص للبراد، بحطهم بيجوا هيك فوط مرتبة نوعا من البلاستيك، بيجي عليهم ورد حسب لون المطبخ، بينحطوا بطبقات البراد الداخلية، فبيعطوا منظر جميل للبراد، خاصة إذا كان نوعية البراد مثل برادي هيك شفاف بيجي مثل الزجاج، فبيحميهم من أي بقع من أي ترسبات، كله بيكون على الفوط البلاستيك أو على السيرفيس الخاص بالبراد الداخلي. انا هون كيف بدي نظف برادي من الداخل؟ طبعا بعد ما نظفته كتير منيح من الداخل، انا بجيب الخل الابيض وبعمل له مسحه تانية للبراد. ليه؟ لانه الخل الابيض بيقضي على كل الترسبات الغير مرئيه بالعين المجرد، اذا كان في فطريات او اي بكتيريا موجوده الخل بيقضي عليها نهائيا وبيعقمها. وانا بنصحكم دائما بس بدكم تنظفوا برادكم نظفوه بالخل، ما تقولوا لي حيطلع ريحه البراد خل، لا، مجرد ما يرجع البراد يتلج ويسقع الريحه تقريبا بعد ساعه ساعه ونص بتروح، وريحه الخل صح قوي، ولكن تاكدوا انه رائعه جدا للقضاء على كل الانواع البكتيريا او الفطريات الموجوده اللي ما بنشوفها بالعين المجرده، لنحافظ طبعا على سلامه اولادنا. انا هم بدي فرجيكم على فكره كتير مهمه انا بعملها عندي بالبيت للبراد، انا عندي مشمع، هيدا المشمع حطيته انا بحمي برادي من غبار الزيت المتصاعد بالهواء بعد القلي او بعد الطبخ، دايما هيدا الموضوع بتعاني منه ست البيت بالاسطح العليا بالمطبخ، فهيدا المشمع بحال انا قليت زيت، بحال طبخت، بحال اي شيء، بيعلق على المشمع الزيوت، يعني ما بيصير على سطح البراد، بضل سطح البراد نظيف وملمسه ناعم، فما بيلزق عليه شيء. بس يتوسخ المشمع انا بشيله بغسله وبحط مشمع تاني، هيدي الفكره عملوها. هلا بالنسبه للخارج رح نجيب الايزي، الايزي رائع كتير، بيبرق برق، بيصير هيك بيعطي لمعه غير شكل للبراد، وبينطفوا كمان مثله مثل المرايه بيصير. ليكو انا هون شو حاطه كمان منسقه كل الالوان، اللون الموف بحبه كتير هيدا اللون، رح شيل كمان هيدول اللي فوق. رح تستو كله بالايزي ومسحه من الخارج. طبعا انا ما غسلته، كنت بدي اغسله من برا بس ما غسلته طبعا بسبب السجاد، لانه نحن بتعرفوا بعدها الدنيا شتويه والسجاد كله بالارض وهيك، فما غسلته من برا ولكن مسحته بالايزي ومسحته بالخال لحتى يضل نظيف كتير. وهون عندي البراد مثل ما شايفين كله تنظف، رح هلا فوت القطع الداخلية لقاله. طبعا انا هون بعد ما غسلتهم نشفتهم بفوطة خاصة وحطيتهم شي ساعة بالشمس، وهلأ حطيتهم كلياتهم مثل ما شايفين للقطع بقلب البراد. هون طبعا تقريبا خلص كل شيء عندي احبابي، ما تنسوا لايك للفيديو، اكيد لايك لانه بيستحق اللايك، وهو بيرجع بقلكم هو فيديو تشجيعي لحتى كل السيدات يتشجعوا. بتمنى هيدا الفيديو يكون حبيتوه، ويكون هيدا التحدي عجبكم. ما تنسوا تحطوا لي تعليق تحت بالتعليقات، وتروحوا لعند حسناء وتسلموا لي عليها وتقولوا لها انه جمانه كثير بتحبك. وهلا رح نحط القطع الاخر قطع طبعات الزينة اللي أنا حطيتهم. أنا بدي ودعكم، بحبكم كتير كتير كتير، رح اشتاق لكم للفيديو القادم. إلى اللقاء، باي باي.